أخبار اليوم. إدارة الشباب والرياضة النهاردة وتكريم أبطال الألعاب الأولمبية. كان معنا اللقاء النهاردة مع الشاب محمد كرم. أهلا بك يا محمد، تعرف بحضرتك؟ سالي كرم أخته. محمد، أنت كنت بتلعب إيه وأخدت بطولة إيه؟ أخدت كوديات وأخدت مركز أول في أمريكا. هو يعني كان في بطولة لوس أنجلوس اللي هي بطولة العالم ذو احتياجات الخاصة، وهو خد المركز الأول. تمام، وهو أصلا بطل عرب سباحة وبيلعب تنس، يعني بولينج، بيلعب تنس بينج بونج وبيلعب بولينج، بيلعب كذا لعبة. يعني محمد عندك كم سنة؟ 17. طب وإيه أحلامك بقى بعد ما وصلت للمركز الأول؟ حلامي كابتن فريق. إنك تبقى كابتن فريق. طب وايه تاني طموحات الالعاب الجديده اللي انت عايز تتعلمها؟ انا شايفه ان انت ما شاء الله كذا لعبه حبيبها، ايه الالعاب الجديده اللي انت تتمنى ان انت تلعب فيها؟ سباحه. محمد ان شاء الله نشوفك المره الجايه في السباحه زي ما انت عايز ان شاء الله، ودايما بطل العالم. شكرا، ميرسي جدا. ميرسي جدا لحضرتك، شكرا.